تشوف طريقة الشيف؟ المقادير قريتها يعني وضعها تمام. والله كل شيء تمام. يلا بسم الله. اهلا وسهلا يا نوف. هلا والله. حياك الله تفضلي. السلام عليكم. المقادير موجودة في الصناديق عند المتسابقين. أيوة. نبدأ بالطريقة على طول. أول حاجة يحمص البصل مع ذرة ملح مع ملعقة صغيرة مع ذرة فلفل مع ملعقة صغيرة ملح لين تتسبك توم، بعدين نضيف عليها التونة، بعدين تنشال على النار وعصرة ليمونة وملعقة كبيرة شطة. أختي نوف شوي شوي، حمص البصل مع ملح شوي وبعدين مع ملعقة صغيرة ملح وذرة فلفل تمام؟ فلفل. بعدها تضيف عليها التونة. لحظة لحظة أختي. البصل. بعد التونة وش؟ خلاص بتحمسها على نار عالية لين تتسبك، بعدين عصرة ليمونة وملعقة كبيرة شطة، تمام؟ نعصر ليمونة فوقها وشطة؟ أي. أيوه. عصر. ملعقة كبيرة كذا. بعدين تجيب توست وتدهن الوجه بجبنة سائلة. لحظة. بعدين تحط الخلطة عليها. لحظة لحظة. ندهن التوست. بجبنة سائلة. مع جبن. أيوه. تجيب توست تدهن الوجه بالجبنة. بعدين تحط فوقها خلطة التونة. تضع فوقها بعد توست ثاني. وتدخلها في المحمصة الشواية موجودة على الرف عندكم لين تتحمص الخبز، بعدين طلعوها وقطعوها على شكل مثلثات وبس. لحظة. تمام. يعني كلب يصير ها؟ كيف؟ يصير كلب ساندويتش صح؟ أيوة. طيب أعيد لك المقادير هاي مرة عشان بس الطريقة عشان تكون معنا واضحة. البصل يحمس البصل مع ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود، بعدين نحط التونة، بعدين تمام. إذا خلصت نحط ليمون وشطة نعصر فوقه، بعدين ندهن التوست مع جبنة ونحط المكون كامل ونحط فوقها الوجه الثاني من التوست ونحمصها، وبعدين نقطعها مثلثات كلب. تمام. طيب الثوم. طيب ثوم تحط اختياري ولا علشان يمكن الصلاة وشي؟ بس اختياري. ثوم اختياري. اختياري. البصل كم باقي يا شباب؟ البصل مع خلاص واضح واضح. شكرا لك اخت نوف. خلاص تمام. ازهلينا يا نوف ازهلينا. 30 ثانية خلاص. خلاص يا نوف ابشري بس سعد. يلا موفقين. يعني 500 درجة لو اخذ كل واحد منكم 500,000 درجة راح تهدونا بإذن الله للشيف، وفي نهاية البرنامج إن شاء الله ممكن تحصل على 10,000 ريال وبيرق يعني طباخة أو شيف زد رصيد التسعة. تستاهل أبد. الله يقويكم. نبدأ تايم يا شباب. حطني حطني حطني. نبدأ المطبخ معنا 45 دقيقة. بسم الله.